اهلا بيكم في النشرة الفنية الاسبوعية لتطبيق شوف، واللي فيها هنقول كل اخبار الفن اللي تهمكم على مدار الاسبوع. اتعرضت الفنانة منى زكي وابطال فيلم اصحاب والاعز اللي تم عرضه على منصة فنية دولية لانتقاد واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وده لان الجمهور شاف ان الفيلم بيحتوي على كثير من المشاهد والالفاظ الخارجة، وكمان بيدعم المثلية الجنسية، واللي خلى الجمهور ينتقد الفيلم بشكل كبير. الفيلم من الاساس مقتبس من الفيلم الايطالي الشهير بيرفكت سترينجرز، لكن مش بس الجماهير اللي اتضايقت، كمان كان في تحرك من البرلماني مصطفى بكري اللي اصدر بيان هاجم فيه الفيلم وقال انه بيضرب القيم والثوابت المجتمعيه. وايمن محفوظ المحامي المصري كمان تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفيلم، لكن خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابه على المصنفات الفنيه علق على الموضوع وقال ان الفيلم لبناني واتعرض على منصه دوليه عشان كده الجهاز ملوش سلطه عليه، لكن لو المنصه طلبت يتعرض في مصر ساعتها اللجنه هتقوم بدورها ومهامها. في الجانب الثاني كان في عدد من الفنانين دعموا منى زكي وابطال الفيلم زي عبير صبري وغاده عبد الرازق والهام شاهين وغيرهم، واللي شايفوا ان الفيلم ما فيهوش حاجه خارجه وبيجسد واقع موجود بالفعل. بقول لك يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. اما احمد حلمي فانتهى من تصوير فيلمه الجديد العيل، واللي منتظر عرضه في عيد الفطر القادم عشان يرجع حلمي للسينما بعد غياب دام سنتين من اخر افلامه خيال مآتة. الفيلم من بطولة روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، ومن تأليف هيثم دبور واخراج محمد شاكر. كمان الفنان القدير يحيى الفخراني بيرجع للسينما بعد غياب 20 سنة من خلال فيلم بونزو، واكد الفنان خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة ان الفيلم فكرته مختلفة والا ما كانش رجع للسينما، والفيلم حاليا بيخضع لمراحل الكتابة الاخيرة. الجو منعش وجميل. وبالعودة للفنانة منى زكي، فتأكد غيابها بشكل رسمي عن دراما رمضان 2022 بسبب تأجيل مسلسلها لام شمسية بعد إصابة طاقم العمل بفيروس كورونا. والمسلسل من بطولة منى زكي، أحمد رزق، وإياد نصار. والمخرج أحمد الجندي اتكلم عن كواليس عودة مسلسل الكبير قوي الجزء السادس واللي كلنا مستنيينه ومتحمسين ليه، وقال إن رغم عدم عودة دنيا سمير غانم للمسلسل إلا إن محدش هيقوم بدور هدية، ولكن في شخصية جديدة هتظهر هتغير الأحداث وهتقوم بدورها الفنانة رحمة أحمد، وأكد إن ميكي هيجسد ثلاث شخصيات رغم صعوبة التصوير. تبين تبقى وقع مقطرن بقطرين مليط الطين. أما عن أبرز الأفلام المنتظرة عرضها خلال شهر يناير، فهم الفيلم الكوميدي حامل اللقب بطولة دينا الشربيني، هشام ماجد، ومن المقرر عرضه 26 يناير. فيلم تماسيح النيل من بطولة مصطفى خاطر، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، وهنادي مهنا، بيدور في إطار كوميدي ومنتظر عرضه يوم 26 يناير. فيلم لعبة شيطان من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى بصريع. وبكده تكون خلصت نشرتنا الفنية النهاردة. قولولنا رأيكم في أزمة فيلم أصحاب والأعز. أشوفكم الأسبوع الجاي في نشرة جديدة.